الانفكشن دو تو سيرجري، يعطون بروفيلاكسيس اللي هو زي الجرعه احتياطيه واستباقيه من السيفالوسبورينز. طيب زي ما قلنا كل جروب من الانتيبيوتيك في الاغلب مو كلها بس بعضها تصنف الى يعني جنريشنز بناء على قوه الانتيبيوتيك، قديش هو قوي وقديش هو ياثر على البكتيريا. فاكثر جروب صراحه فيه تفصيل اللي هو السيفالوسبورينز، في تقريبا 5 جنريشن، فيرست جنريشن وسكند وثيرد اب تو 5 جنريشن. Cephalosporins, they possess generally excellent coverage against most gram-positive pathogens and variable to poor coverage against most gram-negative pathogens. يعني في الأغلب Cephalosporins يكون تأثيرها في الأغلب على الجرام-positive أكثر منها على الجرام-negative bacteria. عشان كده في الأغلب الفيزيشن يستخدموا Cephalosporins بكثرة مع الجرام-positive infections. في الفيرست generation في بعض الأمثلة زي السيفرادين، سيفاليكسين، سيفادروكسل. السكند جنريشن طيب بالإضافة إنها يعني مقارنة بالفاز جنريشن تأثر على طبعا جرام بوزيتيف بكتيريا، كمان لها تأثير أقوى على جرام نيجاتيف بكتيريا مقارنة بالفاز جنريشن. يعني زي ما تشايفين الموضوع يبدأ تدريجي، يعني مقارنة ببعض السكند جنريشن تقريبا لها نفس الفانكشن حق الفيرست، بالاضافه انه ايش تاثيرها على الجرام نيجاتيف بكتيريا اكبر واوسع. امثل عليها مثلا زي السيفاكلور ولا سيفروكسيم، وبرضه كمان السيفوكسيتين وسوفيتيتين، ولهم طبعا تاثير قوي جدا على البكتيرويد فراجيلس، وهذا نوع من انواع الجرام نيجاتيف انيروبيك بكتيريا. الثيرد جنريشن they have much expanded gram negative activity، يعني لها تاثير اوسع على gram negative bacteria مقارنه بالفيرست والسكند. عشان كذا السليكشن الانتيبيوتيك يعني في موضوع التريتمنت جدا مهم، انه لازم نعرف مو والله اي انتيبيوتيك ممكن يعالج اي بكتيريا، لا لازم الانتيبيوتيكس يتم دراستها ومراجعتها بشكل مستمر، لانه يعني زي ما انتم عارفين كثيره، ويعني صراحة يبغى لها مراجعة باستمرار عشان الواحد ما يلخبط. فكل مثلا انتيبيوتيك يكون افكتيف مع مجموعة معينة، بعضهم يكون لهم يعني جنرال افكت، وبعض الانتيبيوتيكس يكون لها very specified effect. Some members of this group have decreased activity against gram positive organisms، يعني مقابل انه ميزتها تأثر على انواع كثيرة من البكتيريا، لكن في المقابل انه ايش تأثيرها اقل على gram positive مقارنة بالفيرست والسكند جنريشن. طيب في لها ادفانتج convenient administration but they are expensive، يعني سهل استخدامها ولكنها مكلفة. طبعا اقول لك سهل الاستخدام انه في الاغلب يمكن تأخذ عن طريق الاورال، يعني عشان كده يكون سهل استخدامها. The third generation includes طبعا هذه هي السب كلاسز of the third generation زي السيفتازيدم، سيفكسيم، سيفوبيرازون، سيفوتاكسيم، سيفتراكسون، سيفدينير. نيجي للفورث جنريشن، they are extended spectrum agents with similar activity against gram-positive organisms as first generation cephalosporins. يعني مقارنة بالفيرست جنريشن يدو نفس الفانكشن لكن عنده extended spectrum، يعني تأثر على أنواع كثيرة من gram-positive بالإضافة كمان يعني للجرام نيجاتيف بكتيريا. وفيها ميزه كمان تكون مقاومه لبعض انواع الانزيمز اللي تفرز من بعض البكتيريا المقاومه اللي هي بيتا لاكتاميزز انزيمز. Many fourth generation cephalosporins can cross blood brain barrier and are effective in meningitis. طيب مش ميزه الفورث جينيريشن cephalosporins انه فيها ميزه اللي هي كروس البلاد برين بارير، في بارير في البرين، بعض الانتيبيوتكس ما يمديها يعني تعدي البرين ده وتروح للمنينجيز، وبعضها فيها الميزة هذه وتقدر تدخل، وبحيث انه كان في انفكشن هناك تقدر تعالج، وهذه الميزة موجودة يعني فضل الله في الفورث جنريشن سيفالوسبورينز، عشان كده ممكن تعالج حالات المنينجيتس. طيب مثال على الفورث جنريشن سيفيبيم.
نيجي أخيرا اللي هو fifth generation سيفارسبورينز، الأغلب تستخدم في علاج الـ MRSA والبنسلين ريزيستنت ستريبتوكوكس أنيمونية والسودومونس إيرجينوزا والأنتيروكوكاي. طيب أمثلة على الـ fifth generation زي السيفتالولاين والسيفتو بايوبرول، هذه النوعين هي تمثل الـ fifth generation. طيب نيجي المجموعة الثانية من أنواع أو المجموعة الثالثة من أنواع الأنتيبيوتكس. تكلمنا طبعا عن مجموعة البنسلينز وتكلمنا عن مجموعة السيفالوسبورينز، والآن المجموعة الثالثة هي الكاربابينمز. It's a class of beta-lactam antibiotics with a broad spectrum of antibacterial activity. يعني الكاربابينمز فيها نفس المركب الأساسي اللي موجود في البنسلينز والسيفالوسبورينز واللي هو إيش البيتا-لاكتام رينج، لكن يميزه إنه عنده broad spectrum of activity، يعني عنده قدرة على قتل البكتيريا والتأثير عليها بشكل واسع سواء الجرام بوزيتيف أو الجرام نيجاتيف بكتيريا. فيه كمان ميزة ثانية إنه highly resistant to most beta lactamases، يعني زي ما قلنا اللي هو the fifth generation and fourth generation cephalosporins فيها هذه الميزة إنه تكون resistance لبعض الإنزيمز اللي عن طريق تصير البكتيريا مقاومة. نفس الشيء في الكاربابينمز يتميز بقدرة عالية على مقاومة البيتا لاكتاميزز، فبكذا يعني يعتبر كعلاج البكتيريا المقاومة. Also it's active against both gram positive and gram negative bacteria and anaerobes with the exception of intracellular bacteria such as chlamydia. يعني تأثيره واسع زي ما قلنا على gram positive bacteria أغلبها على gram negative bacteria وكمان على الانيروبيك بكتيريا، لكن ما له تاثير على الانتراسيلولار بكتيريا. انتوا عارفين في بعض البكتيريا تمام هايد انسايد سيلز، يعني تتخبى جوه الخلايا ما تكون مثلا موجوده في التيشوز او في البلد او في الفلويدز، تعيش جوه انتراسيلولار جوه الخلايا. فالنوع هذا مثلا زي الكلاميديا الكاربابينمز unfortunately not effective. طيب امثله على الكاربابينمز زي الاميبينم والميروبينم، هذول اشهر نوعين وهم صراحه اكو نوعين موجودين في الجروب هذا. المجموعه الثالثه من الانتيبيوتكس المونوباكتامز، المجموعه الرابعه عفوا من الانتيبيوتكس هي المونوباكتامز. نفس الشيء فيها بيتا لاكتام كومباوندز، يعني حتكون شبيهه بالبنسلينز والسيفالوسبورينز والكاربابينمز. They work only against aerobic gram negative bacteria، يعني بوضوح الآن المونوباكتامز ما يمدينا نستخدمهم إلا مع الجرام نيجاتيف بكتيريا. وفي نوع يعني مميز من أنواع المونوباكتامز اسمه الأزيترونام، وفي الأغلب ما يستخدم مع الجرام نيجاتيف بكتيريا. يعني مثلا لو الفيزيشن شك في إنفكشن معين كان مسبب له جرام بوزيتيف بكتيريا، يعتبر خطأ يعني مفترض صراحة، يعني خطأ ما يقع فيه إنه مثلاً يوصف أزيترونام، لأنه خلاص ما يعالج أي جرام نيجاتيف أي جرام بوزيتيف بكتيريا، يعالج فقط الجرام نيجاتيف بكتيريا. Adverse effects to monobacterms can include skin rash. ما راح نتطرق كثير للي هو side effects، يعني بس هو من باب المعلومات يعني اختصار الوقت ما راح أتطرق له. المجموعة الخامسة أو السادسة الماكرولويدز. Macrolides are bacteriostatic. مهم زي ما قلنا الفانكشن حق الانتيبيوتيك يكون بكتيريوستاتيك يا بكتيريوسايدل. بكتيريوسايدل يعني يقتل البكتيريا تماما، بكتيريوستاتيك ما يقتل البكتيريا لكن يأثر عليها بحيث انه يعمل انهيبيشن الجروث، يعمل تحجيم لتأثيرها ودورها. فهذا النوع من الانتيبيوتيكس الماكرولويدز عبارة عن بكتيريوستاتيك. It's binding with bacterial ribosomes to inhibit protein synthesis. يعني فانكشن الاساسي حقه كيف يعمل يعني inhibition للبكتيريا ويصير بكتيريا يعني يخليها بكتيريوستاتيك، إنه يرتبط بالريبوزومز في نفس البكتيريا وبالتالي يعطل إنتاج البروتين وبالتالي يعطل تكاثر البكتيريا. Macrolides antibiotics are used to treat respiratory tract infections such as pharyngitis, sinusitis and bronchitis or genital infections والgastrointestinal tract infection والskin infections. يعني في الأغلب يعالج هذه الأنواع من الinfections. أمثلة على الماكرولويدز إريثروميسين
clarithromycin, azithromycin, والroxithromycin. المجموعة السابعة كيتولويدز عبارة عن antibiotics شبيهة بالmacrolides group. تمام؟ much broad spectrum than other macrolides. يعني وظيفتها مقارنة بالmacrolides وظيفتها أشمل وأقوى، تكون broad spectrum، ذات العدد أكبر مقارنة بالmacrolides. كيتولويدز are effective against macrolide resistance bacteria. يعني باختصار ممكن تكون هي effective لأنواع البكتيريا اللي مثلا ما ينفع معها العلاج مثلا بالإريثروميسين أو الكلاريثروميسين أو إيه هي الماكرولويدز، فنقوم نستخدم الكيتولويدز بالأغلب تعالجها. طيب في نوع واحد لحد الآن متوفر من الكيتولويدز جروب اللي هو كلاريثروميسين، هو النوع الوحيد من هذه المجموعة اللي حاليا متوفر في الأسواق والصيدليات اللي هو كليثروميسين. المجموعة الثامنة اللينكوزاميدز، مثال عليها لينكوميسين والكليندامايسين. لينكوزاميدز prevent bacteria replicating by interfering with the synthesis of proteins. يعني وظيفتها تمنع تكاثر البكتيريا عن طريق إنها تشوش على عملية إنتاج البروتينز. تمام. They are normally used to treat staphylococci and streptococci and have proved useful in treating bacteroid flagellus and some other anaerobes. They are used in the treatment of toxic shock syndrome. Toxic shock syndrome انتوا عارفين يعني تسبب او تسبب بعض انواع البكتيريا مثلا زي الستافيلوكوكاي وبعض انواع الستريبتوكوكاي. Lincozamids antibiotics are one of the classes of the antibiotics most associated with pseudomembranous colitis caused by Clostridium deficit. طيب دائما طبعا في سايد افكتس لموضوع انه البيشنت تبقى على انتيبيوتيك لفترات طويله، من ضمن المشاكل هذه اللي تصير اللي هو الداريه اللي مصاحبه لاستخدام الانتيبيوتيك لفترات طويله، ومن ضمنها كمان السودومبرينوس كولايتس، لأن البيشنت لما يكون فترة طويلة على الانتيبيوتكس إيش اللي يصيب؟ تقريبا أغلب النورمال فلورا والمايكروبيوتا اللي موجودة في الانتستين وتكون لها فوائد وعاشة بالانس يصير ديستيربنس في البالانس هذا يصير ديستيربنس في البالانس هذا. بطبيعة الحال بعض البكتيريا تصير إيش؟ يعني تظهر يعني تسيطر باختصار وتظهر قوتها وتظهر عدوانيتها، وهذا اللي يصير في حالة الكلوستريديا ديفيسيل. في النورمال بيبل تكون موجودة ولها وظيفتها وما تأثر على أي شيء، بس مجرد إنه البالانس هذا يتأثر بياخذ الانتيبيوتكس لفترات طويلة تقوم هي يعني تكون الوحيدة اللي موجودة أو لها الأثر الأقوى وتقوم تسبب مشاكل وتسبب الديزيز هذا اللي هو السودومبرينوس كولايتس. المجموعة التاسعة الأمينوغلايكوسايدز. The aminoglycosides are bactericidal and work by stopping bacteria from making proteins. وظيفتها قاتل البكتيريا مو بكتيروستاتيك، بكتيروسايدال. والفانكشن حقها بالتحديد تمنع البكتيريا من إنتاج البروتينز فتموت البكتيريا. Aminoglycosides antibiotics are used to treat infections caused by gram-negative bacteria. يعني في الأغلب تستخدم مع الجرام نيجاتيف بكتيريا. Aminoglycoside may be used along with penicillins or cephalosporins to give a two pronged attack on the bacteria. يعني ممكن تستخدم كمان كcombination therapy. يعني ممكن تستخدم كcombination therapy مع penicillins or cephalosporins. Since aminoglycosides are broken down easily in the stomach, they can't be given amount and must be injected. يعني سوء الحظ تتأثر هي باللي هو الستومك أسيديتي فالسيلها destroying، هذا العيب الوحيد اللي فيها. ما can't be administered orally، ما يمدينا نعطيها عن طريق الماوث، has to be injected سواء intramuscular أو intravenous أو شيء زي كده. يعني
جينرال امين جلوكوسايدز ار جيفن فور شورت تايم بيريودز فترات قصيره. امين جلوكوسايدز جروب انكلودز هذه الامثله عليها زي الاميكيسين والجينتامايسين ونيومايسين والستريبتومايسين والتوبرامايسين. المجموعه العاشره والحادي عشر الفلوروكوينونز they are synthetic antibiotics not derived from bacteria يعني بكتيريا سوري انتيبيوتكس مصنعه بالكامل. يعني احنا انواع البكتيريا سوري انواع الانتيبيوتكس عشان يعني ناخذ فكره عامه يا تكون ناتشرال طبيعيه 100% يتم استخلاصها من مايكرو اورجانيزم زي اللي هو فطر البنسيليوم تمام وفي بعض الانتيبيوتكس تستخرج من بعض انواع البكتيريا. يعني البكتيريا سبحان الله بعضها يكون فيها الداء والدواء. وفي نوع ثاني not purely natural من الانتيبيوتكس يسموه semi synthetic يعني جزء منه مستخلص من origins طبيعية من بكتيريا وكذا وموديفايد معدل بطريقة مثلا مصنعية وكيميائية ويضاف عليه مركب كيميائي آخر ويصير يعني effective. وفي نوع أخير اللي هو يكون totally synthetic زي الفلوروكوينونز. Fluoroquinolones are broad-spectrum bactericidal drugs that are chemically unrelated to the penicillin or the drug or the cephalosporins. زي ما قلنا اللي هي طبعاً bactericidal وميزتها إنها broad-spectrum بوظيفة البنسلين والسيفالوسبورين زي ما قلنا bactericidal عشان كده الآن هنا بنقارن بينها وبين الفلوروكوينونز يعني لها نفس الوظيفة ما هم bacteriostatic bactericidal فلهم نفس الفانكشن ولكن الفلوروكوينونز totally synthetic. الفلوروكوينونز inhibit bacteria by interfering with their ability to make DNA. هنا الوظيفة أو المعلومة الأساسية إنه الفانكشن حق الفلوروكوينونز عشان يقتل البكتيريا ما يقتلها مثلا عن طريق السيل وول synthesis inhibition زي البنسلين والسيفالوسبورينز ولا عن طريق مثلاً البروتين سينثيسيس ستوب يقتل عن طريق اللي هو برضو يعمل confusion اللي هو أو يمنع البكتيريا من إنتاج الـ DNA وبالتالي يقتلها. Because of their excellent absorption, fluoroquinolones can be administered not only by intravenous but orally as well. عشان ميزتها وامتصاصها السريع من الأمعاء وما تتأثر باللي هو الستومك acidity فسهل إنه يستخدموها عن طريق اللي هو الفم بالإضافة إنه تأخذ عن طريق الحقن الوريدي. Fluoroquinolones are used to treat most commonly. Fluoroquinolones. كان في أحد ما فتح المايك؟ yeah. Can you close please? يا ليت اللي مفتوح المايك عندي يقفله بس عشان ما يصير في تداخل في الأصوات. لا يكون زعلت ومشيت أنا شايف في أحد مشي أو يمكن قفلت يمكن الميتينج بالغلط. بار لي اسمها اليونونا. طيب نكمل. طيب أمثلة فلوروكوينونز جروب زي السيبروفلوكسيسين، الليفوفلوكسيسين، النورفلوكسيسين، أوفلوكسيسين والموكسيفلوكسيسين. المجموعة الثانية عشر اللي هي الكوترايموكسازولز اللي هي عبارة عن كومبينيشن ثيرابي يجمع بعض ترايموثيبريم سلفاميثوكسازول. هذول يمكن الانتيبيوتكس يعني يستخدم يعني كل منها على حدة لكن في الأغلب سبحان الله يعني وجدوا أنه الكومبينيشن منهم دائما له تأثير جدا قوي وفي الأغلب يستخدم في الـ UTI. It's an antibiotic used in the treatment of a variety of bacterial, fungal and protozoal infections. Cotrimoxazole is generally considered bactericidal although its components are individually bacteriostatic. يعني بشكل عام الإفكت حقه bactericidal
بالرغم انه يعني مكوناته الاساسيه تعمل على مبدئين على inhibition of bacterial growth، لكن finally لاسباب معينه يعني تاثيره يكون قوي على البكتيريا وتموت. Its actions are antifolate in nature, inhibiting both de novo folate biosynthesis and metabolism. يعني تاثيره على الفوليت اللي موجود داخل البكتيريا، وله طبعا اهميه في موضوع الريبليكيشن. المجموعه 13 tetracyclines its a broad spectrum bacteriostatic agents and work by inhibiting the bacterial protein synthesis. برضو نفس الفكره الايفكت حقه والفانكشن inhibit or stop protein synthesis. tetracyclines may be effective against a wide variety of microorganisms including rickettsia and amoebic parasites. دائما تستخدم التتراكساكلينز في الاغلب لعلاج الريسبيراتوري تراكت انفكشن والساينوسز والميدل اير انفكشن والجرين تراكت والسكن انفكشنز والانتستينال انفكشن. تتراكساكلينز ار اولسو يوزد تو تريت جونوري اللي هي السيفلس وروكي ماونتن سبوتد فيفر واللايم ديزيز والتيفوس. Their most common current use is in the treatment of moderately severe acne and rosacea. يستخدم كمان في علاج اللي هو حب الشباب. أمثلة على tetracyclines in subclasses: tetracycline, doxycycline, minocycline, and oxyricycline. المجموعة الرابعة عشرة اللي هو الكلورامفينيكول. It is a bacteriostatic. It is considered a prototypical broad spectrum antibiotic alongside the tetracyclines and as it's both cheap and easy manufacturing. يعني مميزات انه رخيص وتصنيعه سهل ومتوفر بشكل كبير. الكلورامفينيكول في الاغلب يستخدم كاوينتمنت، دائما يستخدم في اللي هو الاي انفكشنز. Effective against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria, including most anaerobic organisms. Due to resistance and safety concerns, it is no longer a first-line agent for any infection. يعني برضو ظهرت في حالات مقاومة له وفي بعض side effects، فعشان كده نوعا ما يعني استخدامه limited. لكن في الأغلب زي ما قلت يستخدم topical treatment في حالات اللي هو الاي انفكشن في الكونجكتيفايتس. المجموعه الخامسه عشر اللي هي الجلايكوبيبتايدز ومثل الفانكومايسين وتيكوبلانين. These antibiotics are effective principally against gram positive cocci، يعني عكس اللي هو الافيباكتامز زي ما قلنا مثال عليها الازيترونام او تتذكروا، كان بس يعالج الجرام نيجاتيف بكتيريا. على النقيض تماما الجلايكوبيبتايدز اللي هي الفانكومايسين والتيكوبلانين يعالج فقط الجرام بوزيتيف بكتيريا، ما له اي افكت على الجرام نيجاتيف بكتيريا. This class of drugs inhibit the synthesis of cell walls in susceptible microbes by inhibiting peptidoglycan synthesis. طيب طريقه الفانكشن حقها انها طب يعني تكون في الاغلب بكتيريسايد لانها تاثر على تكوين الجدار الخلوي للبكتيريا عن طريق تعطيل تكوين البيبتيدوغلايكان، والبيبتيدوغلايكان عبارة عن مكون رئيسي من البكتيريا سيلول. Vancomycin is used if infection with methicillin resistant Staphylococcus aureus is suspected. يعني يمكن كمان استخدامه لعلاج حالات الإمارسية. Due to their toxicity, use of glycopeptides antibiotics is restricted to patients who are critically ill. يعني له أعراض جانبية كثير من ضمنها toxicity، ويفضل يكون استخدامه limited، ما يعطى إلا لحالات يعني البيشنتس اللي يكونوا يعني really sick، ويعني مثلا بعض الانتيبيوتكس ما نفعت معهم فيتم استخدامها اللي هي الفانكومايسين والتيكوبلانين. They exhibit a narrow spectrum of action
and are bactericidal only against the enterococci. يعني لها نطاق ضيق من التأثير زي ما قلنا مال لعجرام بوسي بكتيريا ما لها أي أثر على الجرام نيجاتيف بكتيريا وتكون فقط بكتيريسايدل للانتيروكوكاي. All preparations of vancomycin are available. However, they are not absorbed from the lumen of the gut, formulated for the treatment of infections within gastrointestinal tract, clostridium difficile, for example. يعني هي تأخذ أورالي لكن ما يتم امتصاصها بشكل صحيح من اليومن. عشان كده تعالج فقط الغاسترو يعني أبر غاسترو انتستينال انفكشنز بالإضافة للكلوستريديوم ديفيسل. المجموعة السادسة عشر اللي هي ستريبتوغرامينز effective in the treatment of vancomycin resistance staphylococcus aureus and vancomycin resistance enterococcus two of the most rapidly growing strains of multidrug resistance. يعني في الأغلب تستخدم كعلاج vancomycin resistance staphylococci والvancomycin resistance enterococci. أمثل عليها quinobristin, dalfobristin والbristinamycin والvirginamycin. المجموعة السابع عشر oxazolidines zelinozolid inhibits ribosomal protein synthesis by inhibiting formation of the niacin complex. It is used for the treatment of serious infections caused by gram-positive bacteria that are resistant to several other antibiotics. يعني يتم استخدامها مع الجرام-positive bacteria اللي تكون مقاومة لأنواع أخرى من antibiotics. عشان كده برضو استخدامه limited. Linezolid is active against most gram-positive bacteria that cause disease, including streptococci, vancomycin resistance, enterococci, and methicillin resistance staphylococcus aureus. Ansamycins, a family of secondary metabolites that show antimicrobial activity against many gram-positive and some gram-negative bacteria. تأثير على gram-positive أكثر منها على gram-negative. أمثل عليها اللي هو streptovaricins and rifamycins. Rifamycins بالتحديد هي عبارة عن نوع من الأنسامايسينز with high potency against mycobacteria. يعني الريفامايسينز تستخدم كعلاج للتي بي. هذا الشيء المميز فيها. لا تأثير قوي على الميكوبكتيريوم توبركلوسس. الدرن. ريفاميكسين برضو كمان نوع منها. إذا سيمي سينثيتيك يعني شبه صناعي زي ما قلنا وشرحنا أول. Antibiotic based on rifamycin. It has poor oral bioavailability, meaning that very little of the drug will be absorbed in the bloodstream when taken orally. يعني في مشاكل لما يأخذ orally. فأفضل طريقة إنه يأخذ عن طريق الحقن. واستخدم بشكل كبير في علاج الترافلس دارية antibiotic encephalopathy. الترافلس دارية دائما يكون مسبب لها اللي هو انتيرو توكسوجينيك إشريشا كولاي. هي تسبب الترافلس دارية وفضل علاج لها اللي هو ريفامايسين. ميترونيدازول أنيترونيدازول antibiotic medication used particularly for anaerobic bacteria and protozoa. يعني a drug of choice اللي هو الخيار الأمثل لعلاج أي anaerobic bacteria أو باراسايت الطفيليات. على طول الدرج اوف تشويس اللي يجي في ذهن الطبيب اللي هو الميترونيدازول اللي هو المسمى التجار له الفلاجيل. المكون الكيميائي اللي هو الميترونيدازول. It's antibacterial against anaerobic organisms and amoebicide and anti-protozoal. يعني له تأثير على الطفيليات وعلى النوع من الطفيليات معروف بالأميبا وبرضه كمان له تأثير على البكتيريا بالتحديد اللي هي الأنروبيك بكتيريا. وظيفته يعمل يعني الانهيبيشن عن طريق اللي هو يعمل انهيبيشن للنيوكليك أسيد سينثيسيس. إن هذه المين فانكشن of this type of antibiotic by disrupting the DNA of microbial cells. يعمل
disrupting the DNA synthesis. This function only occurs when metronidazole is partially reduced, and because this reduction usually happens only in anaerobic cells. ممتاز. هو عشان كذا أي دائما يستخدم في علاج الأنيروبيك بكتيريا. ليش؟ وظيفته الأساسية وقوته تكمن إنه يتعمل لنفس المركب الكيميائي حقه reduction. تمام؟ والريديوس أو البارشل ريدكشن هذا ما يتم إلا في غياب الأكسجين، وهذا اللي هو تسوي اللي هو الأنيروبيك بكتيريا. تمام؟ يكون الأتموسفير حق اللي هي عايشة فيه خالي من الأكسجين، فيصير له ريدكشن بالنسبة للأنتيبيوتيك، فيصير very effective و very potent، فيقوم يقتل البكتيريا. في الأغلب يتم استخدام في علاج البكتيريا الفاجينوسيز، كمان بلفيك انفلاماتوري ديزيز، سودوم برينوس كولايتس اللي تسبب عن طريق الكوليستريديوم، وزي ما انتم عارفين الكوليستريديوم ديفيسل هي أنيروبيك، أسبيريشن نيومونيا، فانجيتينج وونز برضو كمان يستخدم في الجروح، انترابدومينال انفكشنز، لانج ابسيس، جينجيفايتس، اميبياسيس اند ساتشرا. في له اعراض جانبيه بس زي ما قلنا يعني ما احنا مصدقين انه تطرق لها. خلاص كذا انتهينا النبذه الشامله عن الانتيبيوتكس، ونجي الان للانتربريتيشن اوف ريزلتس. يعني ان شاء الله ما حنطول باذن الله ونختم، خلاص تقريبا الساعة 12 إلى 10، وأنا عارف أنكم كلكم مجهدين ولا كمان مجهد معكم. طيب إن شاء الله بس تكون الفكرة اللي أخذتوها عن الأنتيبيوتكس إن شاء الله تكون يعني لطيفة وشاملة قدر المستطاع. طيب هذه الريبورتس نحاول قدر المستطاع، يعني أمثلة هذه بسيطة، أنه إيش نقدر عن طريقها نعرف نقرأ اللي هو الريبورت، مثلا إحنا كأشخاص في الوردز، مثلا كإنفكشن كنترول براكتيشنرز، كنيرسيس، ك يعني فيزيشن، لما نجيني الريبورت اعرف اقرا. طبعا احنا في الاغلب عشان تكونوا في الصوره احنا عندنا ريستريكشنز لما نعمل تيستينج للمايكرو اورجانيزمز، اتس يعني توتالي بروهيبيتد تو سند ذا ريبورت از ات از، ما نرسل التقرير زي ما هو لاعتبارات عشان موضوع الام دي ار. ليش؟ لانه لازم يكون في سيليكشن كرايتيريا. تمام، حتى لو كان عندي الريبورت مثلا كلها سنسيتيف زي ما شرحت لكم من اول، في بعض الانتيبيوتكس تكون يعني مثلا تاثيرها بسيط، وبعضها يعني تاثيرها متوسط، وبعضها تاثيرها اقوى، فما ينفع مثلا انفكشن بسيط اقوم استخدم له اقوى سلاح. مثلا ابدا بالمثال، مثلا بالنسبه للسيفالوس بورنز زي ما قلت لكم 5 جنريشن، بطبيعه الحال بالمنطق الفيث جنريشن اتس ذا سترونجست، اقوى جنريشن، هو أقوى سلاح عندي في يعني مجموعة السيفالوس بورينز. فمو من المنطق مثلا يعني انفكشن بسيط الجرام بوستيف بكتيريا يتعالج مثلا بالبنسلين، يعني حتى مو بالأموكسيسلينز، بالبنسلينز العادية أقوم أستخدم معه مثلا اللي هو الفيث جنريشن سيفالوس بورينز. عشان كذا إحنا لازم يكون عندنا سيلكتيف كراتيريا في المختبر، تمام، نراجعها لازم الريبورتات. طبعا الريبورتات في الاغلب تتراجع عن طريق اللي هو الكونسلتنت في الجسم اللي هو الميكروبيولوجيست، سواء اللي هو اللاب تكنولوجيست كونسلتنت او الفيزيشن، يتراجع عن طريقهم، او ويل تريند تكنولوجيست برضه نفس الشيء، الستاف ما شاء الله مدربين كويس، يتدربوا ويعملوا كيف يعملوا سيلكشن. عشان كذا لازم يعني نراجع باستمرار موضوع الانتيبيوتكس. طيب هنا مثال ريبورت عندنا ستافيلوكوكس اوريوس، لو تلاحظوا في الكليندامايسين وفي السيبروفلوكسيسين وفي الاريثرومايسين وفي الاوكساسيلين وفي الاس اكس تي، تمام، هذه عباره عن انتيبيوتكس من مجاميع مختلفه من الانتيبيوتكس وسنسيف لها كلها، فما عندنا اي مشكله. تمام، وزي ما انتم ملاحظين تحت في الريبورت برضو هذه بعض المستشفيات يعملوا عليها، انه يصنفوا الكلاسيس اوف انتيبيوتكس الجروبات، مثلا جروب A وجروب B وجروب C وجروب F و T و U، وبعضها طبعا CT تكون، وبعضها تكون جروب P،
الحين يعني نحاول نشرحها باختصار. في الأغلب الجروب A تكون أقل يعني لسبوتين، تكون تأثيرها نارو. إذا كان عندي الانفكشن مثلا، الحين عندي مجموعة أنتيبيوتكس كلها مثلا كويسة وقوية، في كل كلاس في عندي نوع يكون مثلا نارو سبيكترم تأثيره محدود، فما أحتاج أستخدم الأقوى منه، أستخدم في الأغلب في جروب A. والآن في الريبورت هذه كلها يعتبر جروب A في مجاميع، نفس المجاميع اللي شرحناها تقريبا 19 جروب اوف انتيبيوتيك. طيب بعضها يفضل مثلا تلقى مكتوب سي تي تاخذ ككومبينيشن ثيرابي، تمام، زي الكليندامايسين زي ما شرحنا اول، يفضل يعطى كومبينيشن الافكت حقه يكون اكبر، لانه كمان برضو ككويك انفورميشن زي ما انتم عارفين الانتيبيوتكس اذا صار لكم كومبينيشن يعني ما تخلو من حالتين، يا يصير لها اللي هو السينرجيزم او انتاغونيزم، تمام. ايش اللي يصير الحين؟ كل انتيبيوتيك الون اتسلف له تاثيره على البكتيريا، تمام. اذا دمجناها مع نوع معين من انواع الانتيبيوتكس، سبحان الله، يعني يا يتاثر بالإيجاب ويصير أقوى التأثير لبوث أوف ذم اللي هو الخريط هذا، أو يصير التأثير عكسي، يعني بعض الانتيبيوتكس لحاله يكون جدا قوي، إذا سوينا الكومبينيشن مع أذر تايبز قوته هو لحاله تضعف، يعني يصير الكومبينيشن نات افكتيف ات اول، وبالعكس أثر على اللي هو الوظيفة الأساسية للانتيبيوتك. لكن في الأغلب دائما يعني يتم اختيار اللي هو الكومبينيشن ثيرابي، يعني طبعا هذا كله يعني ريسيرش يستعمل، يتم دمج بين نوعين مثلا يكون الإفكت حقه يعتبر اللي هو السانرجيزم يصير، يعني مثلا نوع معين لحاله له قوة مثلا زائد واحد، النوع الثاني مثلا قوته زائد واحد، لما ندمجهم مع بعض ما يصير زائد اثنين، يصير قوته مثلا زائد ثلاثة وزائد أربعة، سبحان الله يصير بينهم فسيولوجي كذا يعني يعني غريبة وتعطين قوة أكبر. عشان كده هذه فائدة من الكومبينيشن ثيرابي. طيب الريبورت اللي بعده سودوموناس ايرجينوزا، زي ما احنا شايفين هنا انواع الانتيبيوتكس اللي تم عمل لها اختبار، الميروبينمز، تمام، والبيبراسيلين تازوباكتم والسيبروفلوكسيسين والجينتامايسين والسيفتازيم، وبرضو ما في اي مشكله جميعها سنسيتيف. بس لو تلاحظوا هنا يا اخوان على اليسار في موجود كل جروب، فانا الان لما اجي مثلا الحين كلها سنسيتيف، كلها لها نفس التاثير، فأجي مثلا أعمل ريبورت للأنتيبيوتيك ما حسوي ريبورت للكل، هعمل مدامهم كلهم سنسيتيف وكلهم في فرصة أنهم يتم استخدامهم، أعمل ريبورتينج للجروب A فقط، الجينتامايسين والسيفتازيلين. أتمنى تكون النقطة هذه وضحت، تمام. مثلا نفرض لو كان نفس الريبورت عندي كلها سنسيتيف ما عدا الجينتامايسين والسيفتازيلين كان قدامهم R ريزيستنس، هذه الحالة إيش؟ أروح للجروب B، هيصير هعمل ريبورتينج للسيبروفلوكسيسين أو بيبراسيلين تازوباكتم. طيب دائما يعني في بعض الكومبينيشن بتوين أنتيبيوتيك زي مثلا بيبراسيلين تازوباكتم وزي الأموكسيكلاب اللي هو الأموكسيسيلين كلوفالينك أسيد اللي هو هذا الاسم العلمي، والاسم التجاري له اللي هو الأوغمنتين، أتوقع يعني كلنا نعرف الاسم التجاري ده مشهور يعني الأوغمنتين، وهو التركيبة العلمية الصحيحة يسموه أموكسيكلاف اختصار هو الأموكسيسيلين والكلوفينيك أسيد، زي ما الآن قدامنا بيبراسيلين تازوباكتم هذاك التركيبة حقه أموكسيسيلين وكلوفينيك أسيد. الأموكسيسيلين طبعا نوع من أنواع البنسيلينز، تمام، لكن في بعض حالات البكتيريا تكون مقاومة للأموكسيسيلين للأموكسيسيلين إتسيلز، بالذات البكتيريا اللي تسوي يعني تفرز بعض أنواع اللي هو بعض الانزيمز اللي تكسر البيتا لاكتم رينج،
تكون الاموكسيسيلين itself not effective. فنضطر ايش نسوي؟ نعمل combination تكون مثلا الاموكسيسيلين مع الكلوفينيك اسيد. الكلوفينيك اسيد عبارة عن inhibitor اللي هو البيتا لاكتاماز. يعني وظيفة المادة الثانية هذه اللي هي في حالات الاوجمنتين اللي هو الكلوفينيك اسيد ايش وظيفته؟ يعطل وظيفة الانزيمز اللي تفرز من البكتيريا. فيقوم الاموكسيسيلين يقدر يشوف شغله ويشتغل بدون ما تأثر عليه الانزيمز هذه. طيب هنا مثال مثلا زي عندنا جروب بي تمام اميروبينم. اميروبينم زي ما شفته هو يعني برود سبيكترم وقوي جدا وسلاح قوي، فما يعني ما ينفع نستخدمه على اي حاله. فهذا يعني حسب الجايد لاينز انه يكون ريستريكتد وما يتم مثلا ريبورت يعني ريبورتينج الا عن طريق اللي هو الفيزيشن اوردر. اذا الطبيب المعالج طلبوا على مسؤوليته بلغنا في المختبر انه نحتاج اعطوني نتيجه الميروبينم ديك الساعه نسوي له ريليس سواء سنسيتيف او ريزيستنس. طيب النتيجه اللي بعدها الثالثه كلبسيلا هي لو سمحت لانه عندي البار هنا طالع. طيب الريبورت الرابع كلبسيلا، وزي ما واضحه كلبسيلا نيموني سي ار اي كاربابينيز بروديوسر، يعني تفرز اللي هو الكاربابينيز انزيمز، واضح اصلا من الريبورت. لو تلاحظوا عندنا هنا الان انواع الانتيبيوتكس كامله تمام الموجود قدامنا وكلها ريزيستنت، واضح. لكن بالتحديد انا ليش قلت عليها اللي هو السي ار اي كاربيبينم ريزيستنس انتيروبكتيرياسي، لانها مقاومه لل لو تلاحظوا الميروبينم والميبينم زي ما انتم عارفين اللي هي الكاربابينمز الميروبينم والميبينم زي ما قلنا تاثير قوي على البيتا لاكتاميزز. لكن هنا للاسف الانزيمز اللي تفرزها البكتيريا هذه اثرت على الميبينم والميروبينم، وبهذه الحاله يتم تصنيفها اللي هي الكاربابينيز بروديوسر اورجانيزم اللي هي البكتيريا اللي تفرز انزيمز تكسر اللي هي الرينجز في الكاربابينمز اللي هي الميروبينم والميبينم تمام. طيب يا اخوان من الريزلت هذه مين يقول لي ايش التصنيف الصحيح؟ هي ام دي ار ولا اكس دي ار ولا بان دي ار؟ هي طبعا في مقاومه بس ابغى التشخيص الصحيح. يعني لو تسترجعوا معايا بدايه المحاضرات الله ينور عليك يا استاذ بدر، فعلا باندي ار استاذ بدر جاوب. فهذه باندي ار ليش؟ لانه حسب التعريف مقاومه لجميع انواع الانتيبيوتكس زي ما تلاحظوا ما في ولا نوع. يعني انا ممكن ترى اقول ان بي ام دي ار مثلا يعني اسوي ريبورت واسوي تاج مثلا اقول والله هذا ام دي ار اورجانيزم صح ماني غلطان، لكن عشان يكون الشخص فاهم وعارف التفاصيل بين يعني كل ريبورت ريبورت الشيء الصحيح انه يطلق عليها بان دي ار ريزيستنت تو اول تايبس اوف انتيبيوتكس. والحل في هذه الحاله انه طيب اخوان مين يتذكر ايش الحل في حاله البان دي ار؟ الله ينور لك يا طايع العسيري، الكومبينيشن ثيرابي هذا الحل. ما حيكون عندنا اي حل ثاني، ما حيكون عندنا حل غير موضوع الكومبينيشن ثيرابي. That's it. طيب الريبورت الرابع انتيروكوكس فيشيوم دي ار اي. طبعا لو تلاحظون في الريبورت انتيروكوكس فيشيوم مقاوم للفانكومايسين، عشان كذا على طول مجرد الانتيروكوكاي سواء في كاليس او فيشيوم اف ات از ريزيستنت تو فانكومايسين على طول نعطيها المصطلح ده دي ار اي، اعرف انه مقاوم للفانكومايسين تمام. ريزيستنت طبعا لل امبسيلين انتماسين
هاي ليفل سينرجي برضو ريزيستنس واللينوزوليد وفانكومايسين. طبعا العلاج والدروب شويس هنا هيكون اللينوزوليد هو العلاج الافضل والاقوى. سينيتو باكتر بوماني زي ما احنا شايفين يعني تقريبا ريبورت طبيعي بكتيريا طبيعيه تقريبا سنسيف لاغلب انواع الانتيبيوتكس فقط ريزيستنس للسيبلفوكسيسين هو تايبز اوف فلوروكوينيرونز. طيب سودوموناس اريجينوزا نطالع في الريبورت نطالع تقريبا ريزيستنس على كلها ما عدا نوع واحد اللي هو الفلوروكوينيرونز بالتحديد سيبلفوكسيسين. ففي الأغلب حنعمل ريبورتينج فقط للسيبروفلوكسيسين عشان يستخدموا الفيزيشن كعلاج. طيب يا أخوان برضو كمان نوع من أنواع المراجعة إيش المصطلح الصحيح لهذا الريبورت؟ ممتاز الله ينور عليكم XDR تمام XDR كلكم ملحق تناقل أسماء بس إنه ثلاث أشخاص جاوبوا كله صحيح XDR ممتاز أهم شيء إنه الفكرة وصلت يعني. طيب هنا انتيروكوكس فيكاليس ونلاحظ يعني ريبورت جدا طبيعي سنسيف لامبسيلين والفانكومايسين ما في طبيعة الحال هنعمل ريبورتينج للجروب A. طيب هنا برضو كمان ريبورتات عندنا هنا مثلا ريبورت كليبسيلين ايموني كيف نكهي ريبورت ده نجي نطالع مثلا ريزيستنت بس للامبسيلين والامبسيلين هو نوع من انواع البنسيلينز سنسيف لاذر تايبز وريزيستنت بس للنيتروفرونتوين فهذا يا اخوان ما في اي مشكله تمام. وطبعا انا اسوي ريكومنديشن واسوي ريليس للانتيبيوتكس حسب السايت اوف انفكشن لانه بعض يعني مثلا انا ما ينفع مثلا بس يطلع عندي نوع من انواع البكتيريا واعطي علاج هو ينفع بس عشان يكون التاثير اقوى بعض السايت اوف انفكشن يفضل لها انواع معينه من الانتيبيوتكس. ليش يا جماعه الخير؟ عشان موضوع الديستريبيوشن يعني مثلا بعض الانتيبيوتكس سبحان الله العظيم تركز مثلا في الكيدنيز وفي اللي هو اليوروجينيتال تراكت وبعضها تتركز سبحان الله في التيشوز حسب الفسيولوجي حقتها تمام. انا اشوف ايش الانتيبيوتيك الاقرب في الافكت واقوم اصرفه. كليبسيلين ايموني هذا النوع طبعا احنا الان انا ما قلت لكم البدايه الان الخمسه ريبورتات تقريبا هذه الحارضه كلها كليبسيلين ايموني بنلاحظ بس كيف فروقات بينها وكيف يعني حنصنفها. هذا الريبورت الاول قلنا ما فيه شيء يعني عادي ما هو نوع من انواع الام دي ار نهائيا. الريبورت الثاني اي الريبورت الثاني نجي نلاحظ بدا موضوع الريزيستنس يزيد لو تلاحظوا ريزيستنس للامبسيلين كمان ريزيستنس للكومبينيشن اللي هو الاموكسيسيلين الاوجمنتين يعني حتى موضوع الانهبيتور الكلوفينيك اسيد برضه ما نفع وريزيستنت للسيفالوتين والسيفازولين اللي هو السكند جينيريشن سيفالوسبورينز يعني الان ريزيستنس تو جروبس بنسيلينز وسيفالوسبورينز اعطاني انترميديت للسيفتازيدين وهذا مؤشر برضه مو كويس صح ما اعطى ريزيستنت لكن معطون انترميديت يعني مستقبلا في امكانيه نصير ريزيستنت فمعناها الان مقاوم للفيرست للبنسيلينز ولل السكند جينيريشن سيفالوسبورينز والثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز تمام بس يعتبر كانه تو جروبز اوف انتيبيوتكس يعني ركزوا معايا على مقاوم مبدئيا للبنسيلينز وللسيفالوسبورينز تمام. وفي الجهه الثانيه سنسيتيف لها كلها. طيب هنا يا اخوان ايش التصنيف الصحيح؟ هل مثلا اقول على الريبورت هذا والبكتيريا هذه ام دي ار أو لا؟ أخ فايع ما فهمت اختصار أي MDR MDR طيب أنس MDR في حد عنده جواب؟ طيب بدر برضو MDR
فايع رو اكس دي ار. طيب في احد عنده جواب ولا نشرحها؟ ممتاز، الجواب عند اخ فايع عسيري. تمام، طيب طبيعي يا اخوان يصير في اختلاف في الاجابات، وانا عارف ترى موضوع الانتيبيوتكس يعني جدا جدا كونفيوزنج. تمام، للاسف كل الاجابات خاطئه مع اجابه اخ فايع عسيري. تمام، الجواب الصحيح، وطبعا في البدايه اتوقع انه جواب غلط اكس دي ار، بعدين حلو انه يعني انتبه لاجابته صححها. الاكس دي ار او الام دي ار لازم تكون الام دي ار بالتحديد مقاومه لثلاث انواع من 3 جروبز اوف انتيبيوتكس اور مور. لو تلاحظوا هنا يا اخوان احنا ما نعدها بالعد، مثلا كلامكم صحيح وكل يعني مثلا ريبورتاتكم صحيحه، الاجوبه كلها صحيحه ان كان حسبناها مثلا بعدد الانتيبيوتكس. يعني مثلا بالعد حنقول والله مثلا لسلسله كم، 1 2 3 4 عندي 4 انتيبيوتكس وواحد انترميديت، ما عليه في الانترميديت احصل 4 انتيبيوتكس. بالعدد يا اخوان ما يصير التشخيص كذا بالنسبه للام دي ار او. لو تتذكروا بالشرح احنا قلنا at least 3 groups of antibiotics، يعني لازم يكون مقاوم لثلاثه مجاميع من الانتيبيوتكس، مو ثلاث سب كلاسز. هذه سب كلاسز، هذه انواع. يعني مثلا عندك الامبسيلين نوع من انواع البنسلينز، الاموكسيسيلين نوع من اللي هو البنسلينز. يعني عندي الان التو انتيبيوتكس وان جروب بنسلين، الان يعتبر الكلبسيلا هذه مقاومه للبنسلين. نيجي للي بعده السيفالوتين والسيفازولين، both of them groups of cephalosporins. يعني المحصله النهائيه قرات الريبورت، الان عندي الكلبسيلا هذه في هذا الريبورت بالتحديد مقاومه just only for two types of antibiotics. تمام، وما اعتبرها ام دي ار. وضحت يا اخوان ولا عيد شرح؟ تمام، واضح ان شاء الله. طيب ريبورت اتوقع انه الرابع برضه نفس الشكل بسيل النمونية. طبعا تعمدت ان اجيب نفس نوع البكتيريا عشان تعرفوا انه نفس نوع البكتيريا ممكن تتعرض لمراحل وما يكون نفس يعني القراءة لكل نوع من انواع البكتيريا. طبعا حسب الريبورت اللي يجيني، لو لاحظ اخوان هنا الان اول شيء في ESBL positive تيست ومعطين indication positive، الامبسيلين ريزيستنت، تمام، سيفالوتين ريزيستنت، والسيفتازيدم ريزيستنس، والسيفتراكسون ريزيستنس، وعندي كمان السيفيبيم. طيب والنيتروفرونتوين هنا نفس الفكرة، المصطلح الأصلح أو المصطلح الأدق إنه يعني هي صح كاندو في ريزيستنت، فما يفضل أقول مثلا MDR لأنه زي ما أنتم شايفين تقريبا برضو يعني هي فعلا برضو ينفع عليها MDR لأنه هي ثلاث أنواع من groups of antibiotics. لو تلاحظوا عندنا البنسلينز والسيفالوسبورينز، السيفالوسبورينز تقريبا عندنا السيفالوتين اللي هو الفايز جنريشن، وعندنا السيفتازيدم اللي هو الثالث جنريشن، وعندنا السيفتراكسون برضو الثالث جنريشن، وعندنا كمان السيفيبيم اللي هو الفورث جنريشن. فمقاوم تقريبا لاغلب انواع اللي هي السيفالوسبورينز وبالاضافه للنيتروفرونتوين. فالان يعني اتكونت عندي اللي هو 3 جروبز اوف انتيبيوتكس، يعني ريزيستنت 3 جروبز اللي هي البنسلينز والسيفالوسبورينز وكمان نيتروفرونتوين من مجموعه يعني اخرى. طيب المصطلح الاصح يعني بالذات انه هنا اعطاني لا هو حيكون MDR، تمام، ما حيكون XDR، MDR، بس المصطلح هذاك يكون ESBL Extended Spectrum Beta Lactamase. ممتازة بدر، لأنه أساساً أعطاني Positive و Extended Spectrum Beta Lactamase. تمام يا أخوان، من اسمه أصلاً لو تلاحظوا الإفكت حقه كل تأثيره تقريباً على الأنتيبيوتكس اللي فيها البيتا لاكتام رينج. تمام،
أعطانا ريزيستنس للأمبسيلين، وهو من أنواع البنسيلينز وفيها بيتا لاكتامرينج من مكوناتها. أعطانا برضو كمان ريزيستنس للسيفالوتين والسيفتازيدين والسيفتراكسون، وكلهم من أنواع اللي هي اللي هو السيفالوسبورينز، وكلها فيها برضو كمان فيها بيتا لاكتامرينج، ونفس الشيء بالنسبة للسيفيبيم. لكن تأثيره جدا قوي، ما وصل بس للبنسلينز ولا وصل بس للسيفالوسبورينز، وصل للفورث جينيريشن سيفالوسبورين والسيفيبيم. وهذا دليل جدا قوي انه ESBL تمام يا اخوان، الانديكيشن حقنا انه يكون البكتيريا اقدر اطلق عليها ESBL او اعرف انه فيها يعني انزيم تفرز انزيم مقاوم للبيتا لاكتام برينجز انتيبيوتكس. اذا كان مقاوم للاغلب انواع اللي هي البنسلينز والسيفالوسبورينز، وبالتحديد يوصل للفورث جينيريشن اللي هو السيفيبيم. تمام، يعني حتى مثلا لو التست ما اعطاني بوزيتيف للESBL، او مثلا كان الرياجنت فيه ناقص او شيء او الكارت ما كان فيه، انا مثلا بقراءة الريبورت العادية هعرف. ودائما يا اخوان الدراج اوف تشويس للESBL علاجه يتم عن طريق الكاربابينمز، الامبينم والموربينم. ولو تلاحظوا هنا بفضل الله يعني لهذا البيشنت وقتها كان سنسيتيف، تمام، فعلى طول يتم يعني عمل له ريبورتينج، وفي الاغلب الفيزيشن يعني يستخدمه كعلاج. وزي ما قلنا اصلا هذه من خصائص، لو تتذكروا في المحاضره يعني مسبقا ذكرنا انه من خصائص اللي هو الكاربابينمز اللي هي الامبينم والموربينم انه اكثر مقاومه للبيتا لاكتاميزز، وهذا بنشوف هنا الان بصوره واضحه. كليبسيلا نيموني كمان، هذا ريبورت الخامس والسادس. طيب يا اخوان اعطوني لو سمحتوا المصطلح الصحيح، انا اتوقع سهل الريبورت هذا. طيب ممتاز، في ثلاثة الان جاوبوا. ممتاز اغلب جواب صح، هو XDR. ممتاز XDR، ممتاز جميع الاخوان اللي جاوبوا جوابهم صحيح، يعتبر XDR. ليش؟ لو تلاحظوا هنا الوهلة الاولى يبان كانه بانديار، يعني مقاوم تقريبا لا كلها. لو تلاحظوا بس انه سنسيف للتتراسايكلينز اللي هو هنا النوع اللي اسمه تيجاسايكلين، يعني نوع من انواع التتراسايكلينز. في هذه الحاله خرج، هي طبعا سنسيف ولا يعني سنسيف للتيجاسايكلين، فخرج من كون انه يكون بانديار الى اكس دي ار. تمام، للاكس دي ار تعريف يكون سنسيف، يكون مقاوم لها كلها. لو تتذكروا التعريف ما عدا سنسيتيف لون جروب اوف انتيبيوتكس اور تو جروبس اوف انتيبيوتكس، والان هنا يعني اتوفر فيه الشرط انه ريزيستنس لها كلها لكنه يعني سنسيتيف لون جروب اوف انتيبيوتك. وبهذه الحاله خرج من كونه باندي ار وصار اللي هو الاكس دي ار. طبعا في طبيعه الحال يا اخوان يعني كلها خطيره، تمام، بس احنا نتكلم كلام علمي عشان نبغى يعني مثلا الواحد لما يسمع المصطلحات هذه يقول اوه والله انا لا اعرف مثلا اميز، يعني يكون هي زياده بس في العلم، ولا هي كلها طبعا خطيره وتتعامل نفس المعامله ونفس الاعتراضات. اذا ما خاب ظني هذا هو الريبورت الاخير، تمام، برضو نفس النوع من البكتيريا كليبسيلا نيموني. واعطوني يا اخوان الجواب، باندي ار ايشا نوف فايع. ممتاز، كلكم أحلام. طيب في بعض الأخوان هسه يكون يقول ليش مكتوب ESBL، عشان بس يا أخوان تكونوا في الصورة، شوف إيش مكتوب ESBL ونيجاتيف، تمام. طب عشان ما نلخبطوا شيء، اللي جاوبوا الأخوان اللي جاوبوا باندي آر جوابهم صحيح، لأنه مقاوم لجميع أنواع جميع جروبات الأنتيبيوتكس. نرجع للأخت اللي سألت ليش مكتوب ESBL، طبعا مكتوب ESBL ونيجاتيف. طيب بعض الحالات، تمام، وهي ملاحظة ترى يعني أمانة جدا ممتازة منك، بعض الحالات اللي هو الرياجنت اللي يكون موجود في الكيت، تمام،
ما بيعطي نتيجة صحيحة. عشان كذا لازم، عشان كذا يمكن قلت لكم من أول نفس الشيء، في حالة عدم توفر التست هذا عندي، قلت لكم لو تتذكروا قبل شوية، حتى مثلا لو الريبورت ما أعطاني قراءة الـ SPL أنا ممكن أعتمد بقراءة الريبورت بقراءة الانتيبيوتكس. فملاحظتك جدا مهمة، فهذا يطلق عليه بان دي آر وفي نفس الوقت كمان SPL. ممكن احنا نعمل برضو كمان الاي تيست، بس هذا الاي تيست يا استاذ بدر في بعض الحالات في الاغلب يستخدم يعني مع الفانكومايسين في حالات الانتيروكوكاي لو طلعت مثلا ريزيستنس، عشان نتاكد حسب طبعا سي اس اي ريكومنديشن ما نعتمد على كافرات الجهاز، نعمل اللي هو الديسك ديفيوجن المانيوال تمام. لكن هنا نكتفي بس بالقراءه الاذر انتيبيوتكس، وفعلا هو بان دي ار وفي نفس الوقت اي اس بي ال بيفرز اللي هو الاكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميزس تمام. وبكذا انتهينا من اللي هو محاضراتنا اليوم كذا، يعني الحمد لله رب العالمين يعني اتمينا الجزئيه والكورس الهيفي يعني اللي مقرر عليكم، ويعني ان شاء الله باذن الله تكونوا استفدتوا. وانا اكرر الاعتذار صراحه لاطاله، زي ما قلنا الكورس هو اساسا مكثف، أنا عارف والله يعني جدا موجود لكم ولي كمان، الله يعافيك أخت ريم. أمانة أنا تشرفت يعني بمعرفتكم تمام، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، ويعني اعتبروني يعني أخو زميل لكم. أنا دكتور أسامة الخير رئيس قسم الميكروبيولوجي في مختبر جدة الإقليمي، أي شخص حاب يزورنا الله يحييه، إذا عنده استفسار ممكن يتواصل معنا، وإن شاء الله كسبناكم كزملاء بإذن الله، وبالتوفيق إن شاء الله لكم جميعاً.